يعني طبعا النهارده انا شايف ان احنا لعبنا مباراه هجوميه جيده جدا، جدا وموضوع الاجوان اللي بدري، جول بدري بيريح احرزها ده طبعا مبكر طبعا. ادى ثقه كبيره جدا. لكن اكيد يا جدو الماتش اللي جاي قدام الجزائر المنافس طبيعته مختلفه، اكيد طبعا. فرقه تقيله وفرقه حتى مع غياب اللعيبه المحترفين بتوعهم، لكن ما زالت فرقه اللعيبه عندهم خبرات كبيره جدا، عندهم سرعات طبعا وبيلعبوا اجريسيف. طبعا لازم نلعب بتوازن اكبر. اكتر طبعا طبعا. انت حطيت تشكيل وانا حطيت تشكيل، الاختلافات فيهم قليله. عايزين تمام. نقول الاول التشكيل بتاعك، التشكيل بتاع جده هو التشكيل الاحمر. قول لنا نلعب ازاي ماتش الاحمر الجزائر اللي انا جاي. شايف ان اكرم باك رايت، وينش وحجازي وفتوح، دول الاربعه الاساسيين بتوع المنتخب في الفتره الاخيره وعاملين شغل كويس جدا. اعتقد هيبقى ليهم تحدي قوي المباراه اللي جايه. يمكن الماتشين اللي فاتوا وماتش السودان ولبنان ما كانش فيه اختبار دفاعي كويس، ما كانش فيه اختبار دفاعي كويس يا ميدو. لكن انا شايف ماتش الجزائر هيبقى فيه اختبارات دفاعنا بشكل كبير، والشناوي يمكن الماتش اللي جاي مش هيريح كتير. هيبقى فيه في نص الملعب لازم حمدي فتحي يكون موجود رقم 6 يحمي الاربعه المدافعين، وخصوصا ان كروش معتمد على خطه 4-3-3. هل تعتقد ان الخطه دي مناسبه للاعب المصري يا ميدو؟ يعني انا شايف ان دايما بيبقى في مشكله في المهام بتاعه الرقم 8 او رقم 7، ما بيأدوهاش بشكل كويس، عكس مثلا منتخبنا بيأدي بشكل كويس انا شايف في 4-2-3-1. اعتقد ما بيكونش في مشاكل دفاعيه، فكل لعيب عارف دوره. فانت متفق معايا في الموضوع والله. بص انا اول لما كيروش مسك جده قلت ان هو يلعب 4-3-3، لان انا رجعت ماتشاته قبل مع ايران ومع كولومبيا ومع كل الفرق اللي مسكها، هو بيفضل ال 4-3-3. تمام. انت عارف كل مدرب بيبقى ليه طريقه معينه تمام. هو بيفضلها. هل مناسبه للاعب المصري يعرف يطبقها بشكل كويس؟ انا شايف ان هي ان هو قدر يشتغل عليها كويس جدا. هي بس هتظلم قفشه لو هو هيبدا بقفشه، ما هي المشكله في كده. وهي هو دايما قفشه، ونفس مشكله عبد الله السعيد دايما هو متعودين ان هم بيلعبوا نمره 10، فلما تحط رقم 8 مش عارف يعملها، انا فيبقى حاسس في خلل في نص الملعب. انا حاسس ان هو مش هيبدا بقفشه الماتش الجاي. يعني انا بقول لك ماتش الجزائر، ماتش الجزائر انا حاسس ان هو هيلعب وده التشكيل يعني بتاعي، هيلعب بالشناوي حجازي والونش الاثنين سنتر باكين، وفتوح هيحافظ على مكانه ناحيه الشمال، تمام. واكرم توفيق هيبقى هو محتاج حد بيدافع بشكل افضل، طبعا وعنده طبعا لعب ماتشات كبيره كباك رايت قبل كده، طبعا فاكرم ممكن كانت فرصه كويسه النهارده لاراحته وان طبعا. هو يرجع فريش في الماتش اللي جاي. واطمنت برضو ان انت عندك باك رايت تاني عمر، تقدر ان انت عمر بالظبط، ان انت تقدر تعتمد عليه لو احتاجته في اي صحيح. وقت. وبتفق معاك ان حمدي فتحي مهم جدا في الماتش اللي جاي عشان يامن الاثنين السنتر باكين الحته دي بشكل كويس. تمام. وشايف ان النهارده زيزو لعب كويس جدا في الحته دي، تمام. والراجل انا شايف ده البوزيشن المثالي لزيزو يا ميدو، هو اصلا 8 على ايوه فكره، هو فيه لسه كان بوكس 8. تو بوكس، عنده الراجل بيزيد، عنده مجهود، يقدر يعمل الحته الدفاعيه والحته الهجوميه بشكل كويس، بيشوط، عنده حلول. ممكن لو صلاح دخل لجوه يطلع هو يلعب وينج رايت، عنده كروس كويس جدا. فاعتقد ان ده لو بيعمل الوصله دي يا جدو اللي هي بالظبط الحته اللي انت كنت بتتكلم فيها، بالظبط بيقدر ان هو يعمل الوصله دي تحت الراس حربه في بالظبط الحته دي وحافظها بشكل كويس جدا. بالظبط. فانا يعني انا بقول انا السوليه، السوليه طبعا تعتقد السوليه ناحيه الشمال هيأدي بالشكل ممكن مطلوب؟ يعني هو انت ما انا 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 يعني لو انا اختار ما بين قفشه والسوليه في ماتش الجزائر لازم اامن نص الملعب نص بالسوليه. ملعبك يبقى دول الثلاثه دول مع بعض جامدين، تمام جامدين، عندهم ورك ريت عالي ولاعيبه متنوعه. تمام. هيقدر واحد عنده سرعات يقدر يكمل في ال 18، والسوليه لعيب كوره، وواحد نمره 6 واقف سكرينر واقف بالظبط. في الحته دي، ممكن تبقى توليفه كويسه. طبعا الراجل هو اللي في الاخر يعني بتاع. وانا تمام. في رايي ان رفعت رفعت لازم قدم يكون موجود، يعني اوراق اعتماده النهارده في المنتخب. لازم يكون موجود. الوينج لازم يبقى موجود يا ميدو، وعنده حلول واحد كور ضد واحد ثابته بالظبط، الكور ثابته واحد ضد واحد بيروح بيعدي. محتاجين وينج عنده حلول فرديه يحل لك اي مشاكل.